فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام قرأ في الصلاة فقرأ آية طويلة وأخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له. إمام قرأ في الصلاة في آية طويلة وأخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له، فقام بالركوع دون أن يكمل الآية، هل فعله هذا جائز؟ إن كان من الفاتحة فلا تصح صلاته، أما إن كان من غيرها تصح الصلاة، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة ليست واجبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.